هذا وتتواصل رحلات قطار المشاعر المقدسة لموسم الحج لهذا العام على مدار 7 أيام، يتم خلالها نقل حجاج بيت الله الحرام عبر قطار المشاعر المقدسة بين محطاته 9 في منى وعرفات ومزدلفة. نعم، وذلك ما يؤكد الدور الذي تقوم به الخطوط الحديدية السعودية سار في خدمة ضيوف الرحمن عبر تسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية لتيسير رحلة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل تنقلاتهم خلال أداء مناسكهم بكل أمن وطمأنينة. على مدار 7 أيام متتالية ينطلق التشغيل الفعلي لقطار المشاعر المقدسة من كل عام في موسم الحج لتقديم خدمات التنقل السريع لضيوف الرحمن بين محطاته. 90 يوماً سبقت موسم الحج تحضيرات تم إجراؤها لاختبار جاهزيته وتنفيذ كافة أعمال الصيانة، إذ شهدت مرحلة التشغيل التجريبي تنفيذ 36 فرضية. يتميز قطار المشاعر بأنه قطار مترو فريد من نوعه، بأنه بيقدر يغير حركته حسب متطلبات الحج، فالسنة هذه في 5 حركات مختلفة بناء على مناسك الحج. بتطبيق أعلى معايير السلامة ومتطلبات الجودة يتنقل قطار المشاعر المقدسة بين 9 محطات، 3 في كل مشعر من مشاعر الحج، عرفات ومزدلفة ومنى، حيث تصل آخر محطاته إلى الدور الرابع من جسر الجمرات. مجموع 17 قطار، كل قطار منهم بيشيل 3000 حاج، بطاقة استيعابية إجمالية 72,000 حاج في الساعة الواحدة. ذوي الاحتياجات الخاصة سواء القطار أو المحطات جميعها مجهزة بالكامل لاستقبال سواء كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة، في المحطات بوجود مصاعد وسلالم كهربائية، وفي القطارات بوجود أماكن مخصصة للكراسي المتحركة، إضافة إلى أماكن الجلوس كمان اللي موجودة. أكثر من 7,000 موظف موسمي لإدارة الحشود داخل محطات القطار، ولغات مختلفة من خدمات الترجمة تيسيراً لضيوف الرحمن.